ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما إلهام شانيل. جيسبا إن شاء الله تكونوا بخير ولا خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكونوا أمور ديالكم زينة في تمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي دائما إلهام شانيل. الفيديو ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بالهلات السوداء اللي بزاف سيدات يعني كيعانوا من هذا المشكل هذا، فطلبتوا مني هذه الوصفة هذه ولا هذه الغسيل هذه السهلة المهلة للتخلص من الهلات السوداء، وباش تبانوا إن شاء الله في أحسن حلة سواء يوم العيد سواء في ايام العاديه اكيد. فكانت من تعجبكم هي غير بمكونين فقط، المكونين ابسط ما يكون واروع ما يكون في نفس الوقت، لانه في المزايا ديالهم وفي الفوائد ديالهم لا تعد ولا تحصى، وايضا المزايا كما قلت لكم كثيره جدا على البشره وعلى الوجه وعلى الهلات السوداء وعلى تحت العين ايضا او محيط العين، وايضا غنيين بزاف ديال الامور اللي لا تعد ولا تحصى. فكنتمنى تعجبكم اكيد، نتمنى تستفدوا معايا منهم، وسهلين مهلين يعني تاني اهم شيء انهم مكونين يعني بساط ورخاص ومتواجدين في اي كوزينه مغربيه ولا حتى المكانات مغربيه، اكيد متوفرين في اي منزل وفي اي بيت. ما تنسوناش الناس بتعليقاتكم اقتراحاتكم استفساراتكم والاسئله ديالكم اللي دائما كتنمو كتم القناه بصفه عامه. ما تنسوناش بتاني اهم شيء اللي هو النتيجه او النتائج ديالكم، اي بعد تجربتكم لاي وصفه طبيعيه مقدمه لكم دائما من طرف القناه ديالي الهام شانيل. خليو لنا كيفاش جاتكم الوصفه، واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش، واش تواتات معكم ولا ما تواتاتش معكم. كل هذه الاشياء على راسي وعيني، انني نرحب بها دائما وابدا في لي كومونتير ولا في خانه التعليقات. ممكن تخليو لنا الاسئله ديالكم كما سبق لي وذكرت، او اي شيء اخر، ايضا الاقتراحات ديالكم الفيديوهات قادمه ان شاء الله في الايام العاديه اكيد. فهذا الشيء اللي كاين للناس، وعلى بركه الله الان غنمروا المكونات الوصفه ثم طريقه التحضير ثم طريقه الاستعمال. الا عندكم دي غوسيت هكذا كتعملوهم الهلات السوداء وكتلقاو عليهم نتائج رائعه ونتائج مجربه ومضمونه، فخليهم لينا اسفل هذا الفيديو، خليو لينا الغوسيت، خليو لينا طريقه التحضير وطريقه الاستعمال، وانا بدوري شخصيا نجربها، والا عجبتني اكيد 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 نجي نبارطاجيها معكم في القناه. على بركه الله غنبداو بالمكونات. وفي هذه الوصفه غادي نحتاجو اول مكون ومن اروع المكونات البسيطه والسهله والمتواجده في اي بيت اللي هو الخيار. فانا احتاجيت نص خياره ولا ربع خياره غادي تقطعوها، من بعد غادي تخليوها بالقشور ديالها كما كتشوفوا هنا، غنحاول نقرب لكم اكثر باش يبان لكم. فغتاخذوا ربع خياره ولا نص خياره تحكوها في الحكاكه العاديه، من وراها غادي بلا ما تعصروا، يعني داك الخيار هو بوحديتو فاش غتبداو تعملوه تحت العين غادي يحيد لكم دوك الهلات السوداء، فما تحتاجوش نهائيا تعصروا الخيار، فخليوه غير هكذا غادي نعملوه تحت العين. دونك هذه الطريقه السحريه بامتياز باش تستافدوا من الخيار. الا ما عندكمش الخيار وعندكم الزيت ديال الخيار اللي كيتباع في المحلات التجاريه سواء الكبرى او الصغرى او عند الناس المختصين في بيع الزيوت الطبيعيه، فممكن تاخذوا زيت الخيار، ولكن زيت الخيار كبديل فقط، اما كمكون رئيسي كنصحكم بالخيار لانه طبيعي اكثر وفيه مزايا اكثر، والماء ديالو ما اكيد ما غاديش يكون بحالو بحال زيت الخيار، ولكن الا ما كانش عندنا كما كنقولوا فنستعملوا غير زيت ديال الخيار فقط. بالنسبه لتاني مكون اللي هو زيت اللوز، زيت اللوز عنده بزاف ديال الفوائد رائعه جدا 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 للوجه والبشره والجسم بصفه عامه، فما بالك اننا غنستعملوه مع الخيار للتخلص من الهلات السوداء. فهاد الوصفه البنات صراحه من اول استعمال كتبان النتيجه، فكونوا متاكدين، فقط جربوا وحكموا بالانفس ديالكم اسفل هذا الفيديو وجربوها وعطوني الاراء ديالكم. ما تنساوش البنات تعملوا ليها شير ولا بارطاج كما سبق لي وذكرت مع الصديقات والحبيبات ديالكم، باش ان شاء الله تعم الفائده لجميع الحبيبات والجميع الغزالات على قلبي اكيد. وعلى بركه الله الان غادي نمروا لطريقه التحضير وطريقه الاستعمال ديال هذه الوصفه السحريه للتخلص من الهلات السوداء. فهنا كما شفتوا الخيار ديالي غنحاول نحركه، عاد من بعد نضيف ليه الزيت ديال الخيار. كما شفتوا الماء ديالو راه طالق غير بوحديتو، ما نحتاجوش يعني نضيفو ليه نعصروه ولا، فالماء ديالو كيكون والريحه ديالو كتهبل حتى هي وحاضره وبقوه.
بالنسبه للحكام ديالو حكيته بهذا الشكل هذا. هانتوما جيسبيغ يبان لكم حكيته غير في الحكاكه العاديه. غادي نحاول ناخذ الزيت ديال اللوز ونضيفوا الخيار. غادي نزيد نضيف زيت اللوز مع الخيار ونحاول نحرك الكل. ونخلطوا مزيان الوصفه على حقها وطريقها باش داك الزيت يتغلغل لينا في الخيار. ومنين نعملوه على العينين ديالنا ولا المحيط ديال العينين ديالنا نستافدوا من الزيت ديال الخيار والمزايا ديالو والماء ديال الخيار ايضا، لانه الماء ديال الخيار كما قلت لكم ما عصرناش فغادي يكون باقي لينا في هاد الشرائح ديال الخيار اللي قطعنا، وغادي تستافد منه العين بالكامل وحتى المحيط ديال العين. فكما شفتوا الوصفه كتولي بهذا الشكل هذا بحال كتعسل كما كيبان لكم. انا هنا كثرت زيت الخيار لما له يعني من فوائد رائعه جدا على البشره. وغادي نعاود نزيد نضيف الزيت ديال الخيار ديال اللوز عفوا. الا عندكم الزيت ديال الخيار وبغيتوا تضيفوه فضيفوه يعني ماشي مشكل، حتى هو غني بزاف ديال الاشياء. كما شفتوا كنحاول نخلط الوصفه للماكسيموم ديالي هانتوما الوصفه كيفاش كتصبح بهذا الشكل هذا، يعني كلها فازقه وكلها عامره بالسوائل المفيده جدا للعين والبشره بصفه عامه. ممكن تعملوا هذه الوصفه حتى الوجه ديالكم الا شات لكم يعني منها، ممكن تعملوها حتى على البشره الوجه ديالكم وتفركوا بها الوجه ديالكم وتخليوها المده ديال 4 ساعه من بعد تغسلوا البشره ديال الوجه ديالكم. فبالنسبه لطريقه الاستعمال تحت العين او في محيط العين فغناخذوا هذه الوصفه هذه اللي كتكون يعني فازقه عامره بزيت اللوز وعامره بالماء ديال الخيار. ممكن تضيفوا لها زيت الخيار الا بغيتوا، لوشوا دائما كيبقى اختياري. فكما قلت لكم غادي تاخذوا واحد الكميه قليله من هذه الوصفه، من بعد غادي تاخذوها في قطع قطن ومن بعد توضعوها تحت العين وتكاو ولا تنعسوا كما كنقولوا. المهم باش داك ما تبقاوش واقفين كمصة داك الخيار يطلق المفعول ديالو وما يهبطش لكم على الملابس ديالكم. دونك جيسبر تكونوا فهمتوني. اكيد السيدات اللي كيعملوا هاد الوصفات ديال محيط العين راه عارفين ضروري من الواجب عليهم انهم يكونوا مسكين
المدة ديال ربع ساعة. عاد من بعد نوضو نغسلو الوجه ديالنا والعينين ديالنا والمحيط ديال العينين ديالنا. ومع ذلك نحاولو إلا عندنا سواد كبير وكتير بزاف تحت العين، يعني إلا كنا كنسهرو بزاف، كنا كنعانو بزاف ديال الأشياء اللي تقدر تكون وراثية أو ماشي وراثية على حساب، فغادي ناخدو قطع ديال القطن مبللة إما بالزيت ديال الخيار إما بالماء ديال الورد عفوا أو الزيت ديال الورد. غادي نوضعوها على العينين ديالنا باش نزيتو المنطقه ديال تحت العين. دونك عطيتكم جوج ديال الطرق اللي من ابسط واسهل ما يكون. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه، ما تبخلوش علينا باللايك، اشتراككم في القناه، ضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الرابط في صندوق الوصف ولا في الديسكريبشن بوكس ولا في الباغدا انفو. ونبداو نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه ديالكم، نتلاقى معكم في فيديو جديد عن قريب. خليت لكم الراحه والهنا، والسلام عليكم حتى الفيديو الجديد ان شاء الله وباذن الله كذلك.